الغراب الزاجر، سفينة حربية بأحدث التكنولوجيات، دقة، فعالية ومهام متعددة، أبرزها الوحدة القتالية البحرية. الأسطول البحري العسكري الجزائري تعزز بهذه السفينة لاستكمال مسار الاحترافية التي يسعى إليها الجيش الوطني الشعبي ومواكبة التطورات التكنولوجية والأمنية الراهنة. هذا يأتي في إطار الاستراتيجية المتكاملة لبناء مؤسسة عسكرية قوية محترفة، كذلك تواكب تطورات التكنولوجية، تواكب كذلك التطورات التقنية، ومن جهة أخرى كذلك تواكب طبيعة التحديات الأمنية والرهانات التي كذلك تفرض نفسها على هذه المؤسسة الأمنية باعتبار أنها مؤسسة سيادية تحفظ أمن واستقرار الجزائر. ولقد تفقد الفريق قايد صالح مختلف أقسام السفينة، حيث قدمت له شروحات حول مكوناتها وخصائصها وأسلحتها. وأعتقد بأنها إضافة قوية جدا للأسطول البحري باعتبار أنها تحمل مميزات جديدة ربما لم تكن متوفرة في العتاد الذي كان موجود في وقت سابق، بالتالي أعتقد بأنها إضافة قوية جدا للأسطول البحري وللقوات البحرية الجزائرية. الغراب الزاجر جزء من كل يدخل ضمن عصرانة واحترافية الجيش الوطني الشعبي لمواكبة كل التطورات التكنولوجية ورفع الرهانات الأمنية ورد الأخطار المحدقة بالجزائر.